تركيا في دقيقة. صرح عضو مفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن إدارة الأزمات جيناز ليناركيتش أنهم يقدرون أن 4 ملايين أوكراني يمكنهم اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي إذا استمرت النزاعات بعد هجوم روسيا على أوكرانيا. قالت مصادر رسمية في الاتحاد الأوروبي إن 18 مليون شخص في أوكرانيا والدول المجاورة سيتأثرون بالصراع الدائر من الناحية الإنسانية. مجموعة زاد العقارية للاستشارات، زاد رأي وسداد. للتواصل 0555-110-92. تراجع الروبل الروسي بنسبة 30% مقابل الدولار، وفي هذا السياق رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة من 9.5% إلى 20% في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية الأوروبية والغربية على موسكو. قالت الحكومة الأوكرانية إنه إذا كانت روسيا قد وضعت وسائل الردع النووية في حالة تأهب فإنها ستتخذ خطوة مماثلة، مؤكدة أن روسيا تسير نحو خطوات جنونية ستكون كارثة على العالم. تركيا في دقيقة.